كما احتفلت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بقداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي وكانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشكار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب الحقيقه فرح عظيم جدا انه نشعر ان احنا كيان ونسيج واحد في المجتمع المصري. رائع جدا طبعا ان اخي وصديقي الشيخ سيد عبد الكريم معانا وبيهنينا بالعيد. الازهر الشريف حاضر معانا في امور كتير. الكنائس المسيحيه المختلفه بتهنينا بالعيد، الدوله بتهنينا بالعيد، فرحه كبيره ان احنا نحس انه العيد السنه دي فيه وحده ومحبه وشركه بتجمعنا جميعا. هي رساله اليوم رساله الكريسماس رسالة عيد الميلاد هي رسالة المحبة رسالة السلام لأن الملائكة مبشر بشروا قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ويمكن دي مشيئة ربنا إن العالم يكون في سلام دائما وأبدا مصر هي مصر بمسلميها وبمسيحيها دائما وأبدا في روح الود والوئام والتسامح احنا دايما تربينا وكبرنا وطلعنا جرجس جنب محمد وجنب السيد اخويا سامي جنب احمد كلنا اخوه في الله رسالتي في العيد ده رساله لكل الناس التعبانه والناس الكئيبه والناس الحيرانه انه صلاه قلبين ورب يزون في الوقت العصيب ده بفرح حقيقي فرحه سلام